إذا المشاهدين الكرام، العملية الثانية إن شاء الله، الأولى راه تم التركيب ديالها. إذا ندوزو العمود الثاني، البودرة الثانية أو البودر الثاني. إذا غنشوفو العملية كيفاش كتم. كيركبو هاد لي كابل سبيسيال اختصاصيين باش كيربطوهم مع هاد البودرات، من الجهة هادي اللي كتشوفو أمامكم وجهة أخرى، باش كيكون واحد التوازي، كيشد واحد الكيليبراج ومن بعد كترفع. إذا كما كتشوفو معايا، عمليات ديال باش كيربطو كتم بواحد الدقة وبواحد خطة مدروسة، يعني كيكون داكشي مضبوط، ما كاينش مجال للخطأ. دابا الان غادي نستعدوا باش غيهزوا الثانيه ان شاء الله. دابا حاليا استعدادات جاريه. شوفوا المعلم ديالنا، الشيفور ديالنا كيتسنى التعليمات بالراديو. السيد اللي مكلف معاه راه هو اللي كيتواصل معاه بالراديو. هاد العملاق، هاد القروه عندها واحد السيستيم لداخل الشاحنه، هي باش كتخدم كيليبراج. لما كتهز هذيك، ها هو كيهزوها حاليا، كتهز كتعطيه العبار بالطوناج، كتعطيه مثلا 40 طن 50 طن باش كيعرف هو شحال عنده في لي كونتر بوا. الا كان عنده في كونتر بوا 100 طن وهز هو هنا مثلا 120، كتعطيه في السيستيم الارم، كتبقى تغوت تي 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 تي، من بعد كيضبط المسائل ديالو باش كيدير الموازنه. اذا عمليه الرفع غادي تبدا بعد قليل. هنا عطاو الإشارة باش غيرفعها شوية. لاحظوا معايا عملية تثبيت الكابلاج، اللي الطول ديالو تقريبا هذا، حتى يوصل حتى 20 متر، حتى يوصل في العلو ديالو. إذا الآن عملية غادي تتم، هما كيهزو دابا حاليا. إذا خصنا نسحبو أجل سلامتنا. إذا عملية الرفع كتبدأ، وكتبدأ ببطء، كتبدأ غير بشوية، وفي نفس الوقت راه طالع عنده في السيستيم كيشوف شحال الطوناج وكيفاش الامور تمشي مضبوطه. ها هي تمت الرفعه ديالها. كيشوفوا حيت علاش واحد الجهه مهزوزه اولا واحد الجهه ما مهزوزاش، اي حاجه شكوا فيها الا وكيدرسوها باش تمشي الامور بسلاسه. شوفوا العبر، ها هو كيعبر، شتي ها هو كيعبر. لاحظوا معايا راه كياخذ القياسات، عنده هو 12 سنتيم ليه، وهنا غيشوف شحال واش عنده نفس 12 سنتيم. الا كان غير الفرق ديال 3 سنتيم او لا 4، كيانيوليو العمليه حتى يضبطوا الموازنه ديالها. نفس القياس اللي كاين هنا خصو يكون ليه 10 سنتيم، خصها تكون حتى ليه 10 سنتيم.
لان الحريفيه ديالنا المعلمين ديالنا هما هنا. قالوا واش داروا البارطاج، يعني لا ما نفهموش هذه المصطلحات، يعني واش بريباراو البلاصه الفوق فين غاديين يحطوا، واش بريباراو ديك البلاصه داروا ليها المسائل ديالها اللازمه اللي غادي تحط فوق منها هاد البودر ان شاء الله.
إذن هكذا إخواني أخواتي متابعينا الكرام كيتبتوا العريضة الثانية، وهكذا غيديروا الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العشرة هكذا ذواليك. إذن ننهي حصة هذه الليلة على البرد، السم البرد هنا عاجينا حدا البحر. إخواني ما تنسوش ديروا لايك الفيديو، حياكم الله، داخلكم سي محمد، حياكم من قناة سيمو الشو، إلى اللقاء.